مدحوينها جمهورية الصومالية مدن موسى بيح عبد أيوه وما تأقل كقصر مدحتوية جمهورية الصومالية أن قابلي إسلام مركزنا وكل أن كل يش وفدي كسعود الدولة وطن كتشيك ريبابل وفدي كان أيك كومنا وزير رو جن حسطه سفير رو يولي بسياسيين كترسم وطن كاسي ماركي وصورة ما ذي كل أن كاسي ومدحوينها جمهورية الصومالية مدن موسى بيح عبد الله يش وفدي كسعود وطن كتشيك ريبابل وحارمها كل أن كاسي لقى قوة هذلي فهي فين كأقل كمدحتوية جمهورية الصومالية محمود ورسم كلن كان معناته حرونت قصر اللي مدحتوا يده تلك تمرد السومالان كل دحمرين مدحوينها السومالان مدن موسى بيح عبدي وهيلين مدحوين كحين كسومالان مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل وفتي كسعودي تلك تشيك ريبابليك وهو جامين يوسير كحين كجناسي ورشدها مستر فلادمير بارتل قدومي هروب تجناسي تلك تشيك ريبابليك يسافير كا تلك تشيك ريبابليك وفر ديوت كيتوبيا وهيلين جناسته يسياسيين كله أيام مدحوينها السومالان وحورن كسي حالة جود إيه دلك تمرد السومالان يقولها هرمرنيد أي سومالان كنت لابسة تي سيدو كلنا هنانك ديمقراطية دي دور شوينك دلك تمرد السومالان هير كايكا قاعدي مدحوينها السومالان وحوفتيا كوهن بلي إيماتي كودا أي دلك السومالان يمعدين سيدو كلنا وحور عدي دلحان إني يسور دوينيان عدكستو السومالان أيسكا كاشانيان danka horumarka siyaasadda iyo saaxiibtinimadaba kulankan oo socday muddo saacado ka badi waxa wafdiga dalka Czech Republic iyo madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay gabagabadii isla meel dhigeen in labada dal iska kaashan doonaan horumarka kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada in dalka Czech Republic uu daneynayo inuu maalgashi ka sameeyo dalka Soomaaliland si kor loogu qaado shaqo abuurka isla markaana loo soo bandhigo khayraadka diin ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland in ganacsatada labada dal ee Czech Republic iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay yeeshaan xiriir ganacsi oo shirkadaha labada dal ay isku weydaarsanayaan ganacsiga kala gidisan ee xiriir Maxamed Qosaar Star TV Hargeysa.